وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد الجالي. بعد تحية فندم، كل عام حضرتك بخير. حديثنا اليوم عن بطولات أبناء مصر في الماضي من أجل استرداد أرض سيناء الحبيبة، وفي الحاضر أيضا من خلال التنمية الشاملة. في رأيك، إلى أي مدى تسهم استراتيجية التنمية الشاملة في سيناء في تحقيق الاستقرار والأمن؟ يعني أولا بعد صباح الخير و تحية لحضرتك، وكل عام وحضرتك والسادة المشاهدين جميعا بخير بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا واللي بنحتفل بها هذا العام في وقت شديد الصعوبة والتحديات والمخاطر. وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم بأن سيناء كانت محط أنظار الغزاة والمعتدين وقوى الشر، ولا زالت هي محط أنظارهم، لكن بالعمل على دحر الإرهاب وبتكاتف جهود الشعب المصري كله مع القوات المسلحة الباسلة ومع مؤسسات الدولة المختلفة، نجحنا في عبور هذه المرحلة وأصبحنا يعني قضينا على الإرهاب، ثم انتقلنا إلى التنمية الشاملة. التنمية الشاملة التي يعرف صانع القرار أن سيناء التي كانت محط أنظار كل هؤلاء قوى الشر بالتنمية الشاملة فلن يستطيع أحد أن يقترب منها، وبالتالي عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من 2014 وحتى الآن على أن تصل التنمية إلى كل ربوع سيناء. سيناء التي كانت يعني في عهود سابقة لا يتم الاهتمام إلا بمدينة شرم الشيخ وفقط، لكن اليوم تدخل يد التنمية والعمران إلى كل شبر من أراضي سيناء جنبا إلى جنب مع المبادرات الرئاسية، وفي القلب منها درة المبادرات الرئاسية مبادرة حياة كريمة التي وصلت إلى القرى والنبوة والأماكن لم يكن يتخيل أحد أن يصل إليها، وبالتالي نحن نتحدث عن تنمية شاملة وحقيقية. وكان هناك اجتماع للحكومة منذ أيام لرئيس الوزراء وتحدث عن أن المرحلة الثانية من تنمية شبه جزيرة سيناء ستستغرق في حوالي في الخمس سنوات المقبلة إن شاء الله حوالي ب 363 مليار جنيه، هذا جنبا إلى جنب مع الأرقام الضخمة الكبيرة التي ضخت في شرايين التنمية في سيناء والتي يشعر بها حتى المواطن السيناوي الذي هو المستهدف. المشروعات التي تفعلها الدولة الآن والمشروعات الكبرى والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كل ذلك سيزحف بالعمران إلى سيناء، والمستهدف منه هو تنمية سيناء التي لا زالت يعني ينظر إليها الكثيرون ويطمع فيها الكثير، لكن بالتنمية والعمران التي تنتهجها الدولة المصرية لن يقترب أحد منها. ويمكن في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اختصر هذا الأمر وقال أنه بتكاتف الشعب المصري وبالتنمية والعمران الذي يحدث في شبه جزيرة سيناء لن يقدر أحد علينا، ثم تحدث عن أن سيناء هي الأرض المقدسة والبقعة الطاهرة والجزء الذي لا يتجزأ من أرض مصر، تستحق في إطار المشروع القومي الضخم الذي يتم فيها الآن والعمل عليه منذ 2014 وحتى اليوم، تستحق كل تضحيات الشعب المصري للحفاظ على هذا الوطن وحماية مقدراته. فالشعب المصري جاهز للذود والدفاع عن سيناء الحبيبة في أي وقت وفي كل مكان. أستاذ محمد، ويعني في رأيك كيف ترى أن الأمن والأمان ساهم جنبا إلى جنب مع التنمية الشاملة والمشروعات القائمة واللي ما زالت مستمرة زي ما حضرتك ذكرت في مشروعات كمان لخمس سنوات قادمة، كيف ساهم هذين الأمرين بالتوازي في استقرار شمال سيناء وأيضا مزيد من الطمأنينة والأمان لهذه البقعة الهامة جدا من أرض مصر وأيضا التي تمثل بوابة مصر الشرقية وعمقها الاستراتيجي؟ خليني أرجع بالذاكرة مع حضرتك إلى أول استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وشفنا قد إيه ولادنا ومن أبطال القوات المسلحة حتى على مستوى المدنيين من أهالي سيناء كانوا بيتعرضوا ازاي للاستهداف وغير امنين في بيوتهم، وحتى في كل ربوع مصر كانت هناك بعض المناوشات والناس غير امنه. وبالفعل منذ اتى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع استراتيجيه دحر الارهاب وان تسود دوله القانون والحفاظ على مؤسسات الدوله،
فعمل خلال هذه السنوات منذ 2014 وحتى 2018 على عملية دحر الإرهاب والقضاء عليه تماما. الأمن والأمان ليس جنبا إلى جنب مع التنمية، ولكن الأمن والأمان قبل التنمية، لأنك إذا أردت أن يعني تنمي وتعمر فلا بد أن تحقق الأمن والأمان أولا. وهذه كانت استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بذل فيها الكثير والاجتماعات الكثيرة والمتابعة مع يعني مؤسسات الدولة ورجال الداخلية ورجال القوات المسلحة حتى ينعم المصريون بالأمن والاستقرار. ويمكن هناك مشهدين مهمين جدا في هذه المرحلة. في أول حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو والدولة تحارب الإرهاب، زار سيناء بلبسه العسكري ورئيس الجمهورية وقائد أعلى القوات المسلحة، ثم في أعتقد في 2018 زارها بالزي المدني، وهذا له دلالتين مهمة جدا. الدلالة الأولى أنه عندما ارتدى الرئيس وقائد أعلى القوات المسلحة الزي العسكري كان يؤكد على أن الدولة على قلب رجل واحد تريد دحر الإرهاب وتحارب الإرهاب، لكن عندما زارها بزيه المدني الرسمي فإنه يؤكد على انتهاء مرحلة الإرهاب والقضاء عليه تماما وبداية مرحلة التنمية الشاملة. فما ضخ من سيناء وهو بائن، ويعني أي واحد يعني حتى الذين لا يريدون لمصر خيرا ولا يتفقون حتى مع النظام ولا مع مؤسسات الدولة يرون بأم أعينهم هذا الخير وهذا الجهد الكبير المبذول في سيناء. فبدون أمن وبدون استقرار لن توجد تنمية، ولن يحمي هذه التنمية عدم وجود الأمن والاستقرار. وبالتالي القرار الاستراتيجي للرئيس السيسي هو القضاء على الإرهاب الذي بذل فيه المصريون ويعني قواتهم المسلحة برجال الشرطة بكل مؤسسات البلد بأهالي سيناء الوطنيين المخلصين الذين لابد أن نشيد بهم دائما في معاونة رجال القوات المسلحة والشرطة على القضاء على الإرهاب. كل هذه كانت تضحيات كبيرة، وبالتالي مصر اليوم تجني ثمار هذه التضحيات وتقضي على الإرهاب. فسيناء وهذه رسالة للداخل والخارج أن مصر التي ضحت بدمائها على مر العصور من أجل هذه البقعة الطاهرة لا يمكن لأحد أن يلوي ذراعها ولا يمكن لأحد أن يقترب لشبر أو يعني حبة رمل واحدة من سيناء. وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته أنها جزء لا يتجزأ من أرض مصر الحبيبة، وأن ما يحدث من تحديات إقليمية وما يحدث على الحدود المصرية الفلسطينية إنما نحن نحذر منه، وأن موقفنا ثابت برفض التهجير للفلسطينيين من في داخل أو خارج أراضي. صحيح، جزيل الشكر حضرتك الكاتب الصحفي محمد الجالي على كل هذه المعلومات، شكرا لك.